كابتن ايمن نجم نجوم المباراه الكابتن عمرو السوليه، هو مقل دايما في الظهور ابو ليلى، النهارده اسيست ولا اروع ولا اجمل من ابو ليلى. مباراه كبيره النهارده، وهي دي المباراه اللي بنقول عليها بتتكتب في التاريخ. بس قبل ما اتكلم على المباراه انا عايز اتكلم على الاسيست بتاع محمد شريف. كتير من النقاد والاعلاميين قال لك لو عمرو السوليه في 80 او 90% من حالته يفرق جدا مع النادي الاهلي في هذه المباراه. الحمد لله طبعا، يعني بشكر ربنا طبعا على الاداء وعلى المكسب. اللعيبه كلها عملت اللي عليها النهارده، كنا رجاله، كان في روح من اول دقيقه لاخر دقيقه، قدرنا نجيب اكتر من جون ونستحوذ على الماتش. الحمد لله طبعا توفيق من عند ربنا، وطبعا فضل يرجع للجمهور طبعا اللي ساندنا النهارده، وجودهم طبعا في الملعب بيفرق معانا كتير. الحمد لله يعني مباراه 3 بونت، ان شاء الله نكمل على الاداء والنتيجه دي الفتره اللي جايه عشان نقدر ناخد الدوري. الاسيست بقى بتاع الجون الثالث وجون محمد شريف، القرار انه اتاخد بالشكل دوت، هدف من اجمل الاهداف اللي ما شفناهاش خالص في الدوري المصري. توفيق من عند ربنا طبعا، يعني لو شريف مش موجود في المكان ده ما كانش هتيجي جون. بس الاسيست الاول يعني التوفيق من عند ربنا الحمد لله طبعا، على الاسيست وعلى المكسب، اهم حاجه المكسب واهم حاجه روح الفريق، والحمد لله نقدر نكمل الفتره الجايه على ده. عمرو السوليه شاف حاله الحب اللي عند جماهير النادي الاهلي والثقه في عمرو السوليه، وواحد من نجوم مصر وكباتن منتخب مصر. عمرو السوليه من اهم اللاعبين في الكره المصريه في مركز 8، شايف حب جماهير النادي الاهلي وثقه جماهير النادي الاهلي في عمرو السوليه ازاي؟ طبعا يعني جمهور النادي الاهلي طبعا على طول في ظهرنا، مع زي ما هو معودنا من اول يوم ليا في النادي، وجمهور الاهلي داعم ليا واللعيبه كلها، عنده ثقه في اداء اللعيبه وفي الاداء بتاعي وفي امكانيات اللعيبه كلها. فده طبعا يعني الثقه والدعم من الجمهور طبعا بيفرق معانا في اوقات كتير، اوقات بيحصل لنا دروب الجمهور بيبقى واقف في ظهرنا، يبقى عنده ثقه فينا، دي اهم حاجه طبعا. انا عايز اهدي الفوز النهارده واخد منك كلمه لليلى، وانا عارف يعني ليلى عند الكابتن عمرو السوليه، واكيد ليلى سمعنا دلوقتي تحب تقول لها ايه وتقول له اسرتك، لان عمرو السوليه هو جزء كبير جدا من نجاح عمرو السوليه في حياته كلاعب بيرجع للبيت. اكيد طبعا، يعني هم طبعا على طول في ظهري وعلى طول واقفين جنبي، وهم اللي بيدوني القوه ان الواحد يكمل في اصعب الاوقات، وفي الوقت ما الواحد بيكون تعبان هم على طول في ظهري وداعمين ليا، بهدلهم الفوز طبعا، وبشكرهم طبعا على كل الفتره اللي فاتت ان هم يعني التعب اللي هم بيتعبوه، وان انا بعيد عنهم على طول، فده طبعا يعني حاجه كبيره بالنسبه لي، وبحاول اعمل اكتر حاجه عندي في الملعب عشان ابسطهم وبهدلهم الفوز ده طبعا. كلمه اخيره لجمهور النادي الاهلي، تقول ايه لجمهور النادي الاهلي؟ بشكركم طبعا على وجودكم النهارده، والحمد لله يعني يا رب نكون طبعا يعني جمهور النادي الاهلي بيفرق معانا طبعا في اي مباراه. الواحد كان فرحان وهو شايف جمهور النادي الاهلي النهارده، نهدي لهم الفوز وان شاء الله نهدي لهم بطوله الدوري في اقرب وقت.